السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، حالي طيب الحمد لله. ربكم بخير يا رب لك الله. الحمد. كنت بسأل على حكم الابن الذي اقتص 70,000 جنيه من مال أبيه بعد وفاته لعمل سرادق عزاء دون أخذ موافقة باقي الورثة. يتحملها. ماذا لو وصى الأب بذلك؟ وصيته تمضى ما لم تتجاوز هذه القيمة الثلثة. ما لم تتجاوز قيمة الثلث. نعم. واستكمال بناء بيت من مال تركة الأب بعد وفاته بدون أخذ موافقة جميع الورثة. بيت للورثة كلهم أو لشخص بعينه؟ لا، للورثة كلهم. لا بأس إذا اجتهد وأخطأ في هذا الباب. تمام. وماذا حال لو أخفوا على البنك بوفاة أبيهم لأن له مال في البنك؟ شوف يا شيخ الكريم الله يحفظك، لا تسأل أسئلة، يعني لا تتوقع مني أن أنا أقول لك زور، لا مش داعي للتنطع يعني. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. زي حضرتك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله أنا طيب وبخير، الحمد لله والشكر لله. رب دايما بخير يا رب. أنا عندي سؤال. اسأل يا حبيبي. لو حد عليه قرض ومش قادر يدفعه، وأنا هل يجوز سداد القرض ده بنية الصدقة؟ بنية الصدقة ولا قرض لك أنت دين، يعني دين لا 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 لا، هو على شخص آخر. يجوز بنية الصدقة أو الزكاة، كله جائز، لأن الغارمين مصرف من مصارف الزكاة. حتى لو قرض بنك يا أخي، بقول لك كده، بقول لك قرض بنك تقصد؟ أيوة شيخ. كان مضطر إليه ولا غير مضطر؟ لا هذا ما أعرفش دي كمان. لا اسأل. إذا كان اقترضك كمضطر يختلف عن إذا كان مقترضا استهانة بحدود الله واستحلالا للربا. الزكاة الأخيرة لا تعطيه، الزكاة الأولى ممكن تعطيه. طب معلش، إيه شروط برضه الاضطرار؟ ما كل واحد مش لا ياكل مثلا، هيطرد من سكنه ولا منزل ولا مأوى له، مريض ومقعد ما يجد مصاريف. بارك الله فيك عم الشيخ. وفيك بارك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك يا شيخنا حبيبي. وفيك، تفضل. دي ثلاثة أسئلة يا شيخنا. تفضل يا حبيبي. السؤال الأول: إذا أقسم رجل على امرأته قال إن لم ترجع اليوم البيت فلن تدخلي هذا البيت أبدا، وعقد اليمين وكان مدرك لما يقول وهو مغضب، كفر كفارة حتى وإن وصل الأمر إلى البراء، يكفر كفارة يمين. وأمام الضرب المباح في الإسلام، الضرب المباح الذي يضرب به الرجل امرأته أو أولاده،
ضرب لا يكسر عظما ولا يخدر جلدا ولا يهين. نعم ولا ايه؟ ولا يهين. يهين زوجته يعني لا يتجنب اللطم ويتجنب ما يجرح به مشاعر زوجته واولادها. مسلمات معروفه. نعم. السؤال الثالث يا شيخنا، متى قال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم اني ابرا اليك لمن فعل خالد؟ ده ظاهر ان لما قال قاتل قوما قالوا صبأنا صبأنا. هل ان هو قتلهم هم كانوا على الاسلام؟ هم كانوا مسلمين لكن خالد فهم من كلامهم من قولهم صبأنا تركنا الدين. وهم قالوا صبأنا تركنا ديننا ودخلنا في الاسلام. فخالد فهم انهم صبأوا اي تركوا دينهم دين الاسلام. من هم هؤلاء يا شيخان؟ والله ما ادري بنو جزيمة او من اراجع. نعم نعم شيخنا. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا كيف حالك؟ الحمد لله. شيخنا ابني رضع من اختي يعني رضع يعني مش مرة اقل من مرة يعني زي ما بيقولوا مثلا مرتين او ثلاثة. هو عاوز يتجوز بنتها حاليا. ابنك رضع من من؟ من اختي. ابنك رضع من اختك مرتين او ثلاثة؟ لا رضع يعني نص رضعة مش رضعة كاملة يعني ما رضعة غير مشبعة. على كل جائز هذا الزواج عند الشافعية والحنابلة. يعني نتممه يعني ان شاء الله؟ والله اذا كان كلامكم صحيح ماشي. والله هذا اللي جايزه مراتي زوجتي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. هل الجهمية دي كفار؟ هل ايه؟ الجهمية كفار؟ لا ما اللي بدعة. السلف اجمعوا على كفري؟ لا ما اجمعوا على كفري. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك في بعض الأحاديث عن البخاري لا تصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إيه. فهل كل أحاديث البخاري صحيحة؟ ولا في حاجات مش أنت قلت كده أنت قررت قلت في أحاديث في البخاري لا تصح عن رسول الله، أنت قلت ذلك أم لم تقله؟ أنا باحث في الأديان يعني أنت تسأل. في بعض الأحاديث انتقدت على الإمام البخاري رحمه الله ونسبتها للمجموع العام قليلة 1% مثلا يعني 99% صحيحة و1% لبشريته وهم فيها. تمام. طب بقول لحضرتك أنا باحث في الأديان فبقرأ كتير قوي يعني ساعات بقف على أشياء ممكن أبقى أتواصل مع حضرتك عن الشخص على التليفون على أنين نتواصل؟ نعم لا مانع يعني هتفيدني مش هتبخل علي يعني. انا ابخل ليه؟ انا يعني ان شاء الله ما نبخل على احد. ربنا يعزك. شكرا. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ مصطفى. الشيخ مصطفى العدوي. نعم. كيف حالك؟ طيب الحمد لله. الله يديم لك يا شيخ. والله الله يديم لك يا رب. وياكم. الشيخ مصطفى انا عندي سؤال لحضرتك يعني. اسال. هو ليه مثلا لما جاء السائل ابن القيم عن يعني يعني عن المعصيه وكده والشيخ ابن القيم جاوب عليه في كتاب كامل حصل؟ لا ادري. كتاب بالداء والدواء؟ والله لا ادري يقولون ذلك لكنني لا ادري. طيب يا شيخ ليه لما حد يسالك سؤال زي كده بتستحي يعني في الاجابه وكده؟ استحي في الاجابه مش كل الاسئله. في اسئله تحتاج اجابه واسعة وتقرر شيء ينفع أهل الإسلام جميعا. مثلا واحد يسألني عن إيه؟ يقول لي ما صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام؟ حامل كتاب في هذا الباب أبين فيه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. واحد جاء لي ما حضر يعني في وقت معاصر يا شيخ بتسمع الكلام الآخر؟ حاضر. بقول لك تابع اختلاف الأسئلة تابع تنوع الأسئلة. واحد جاء يسألني عن دم البعوض هامل الكلام صحيح خلاص طبعا نوع السائل ونوع السؤال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ كنت عايز اعرف اسماء الانبياء والرسل اولي العزم. اولي العزم من الرسل نوح وابراهيم وموسى وعيسى والنبي محمد صلى الله عليه وسلم جميعا. جزاك الله خيرا يا شيخ. وإياك يا حبيبي. بارك الله فيك يا نار أنار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا سيدي؟ طيب والحمد لله. الله يديمك بخير يا رب. بقول لحضرتك يا سيدنا، أنا اعتدت الوضوء، كل وضوء بقيت بغتسل كلية. جائز يا سيدنا؟ جائز، بس أنت كده هتدخل في الوسوسة. لا لا ما فيش وسوسة الحمد لله. جائز وما دليل كده؟ لان انا وانا في ما هو انت مش بتتوضا اثناء الغسل؟ قال ابن عمر واي وضوء اكمل من الغسل. لا لا انا ما بتوضاش، انا بغتسل كاملا بس. مش بتنوي الوضوء في ثناياه؟ ايوه بنوي الوضوء. خلاص قبل دخول الغسل. سئل ابن عمر عن ذلك، قال اي وضوء اكمل من الغسل. جزاك الله خيرا يا سيدنا. شكرا. قطعه لصق يا عبد الرحمن. السلام عليكم. الاولاد يريدون النوم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل. خذهم. بقول لك يا مولانا انا ليا كذا سؤال كده، الله يبارك في حضرتك. تفضل. اولا صحة حديث احب الناس الى الناس انفعهم. احب الناس الى الله انفعهم للناس، لا يصح. لا يصح. طب اللهم بارك لامتي في بكورها. كل طرقي ضعيفة جدا. طيب. عايز معلش تفصيل من حضرتك بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، يعني مثلا الآية الكريمة. لحظة لحظة بس. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. بعد إذنك يا عم الشيخ، عندي سؤالين بس. اسال يا حبيبي. مس الفرج بدون اي شهوه او بالخطا يوجب الوضوء؟ والله يا اخي انا اختار راي العلماء القائلين بان ذلك لا ينقض، وذلك لما اراه من تضعيف حديث من مس ذكره فليتوضا. طيب الحاجه الثانيه، رساله عاوز حضرتك توجهها لمن ينام عن صلاة الفجر ويقول ان بالصدفة بقى صحيت اصلي، ما صحيتش ابقى اصليها بعد شروق الشمس. اثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، الذي نفسي بيده لو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حب، ولو يزد احدهم عرقا سمينا او مرماتين حسنوين لشهد العشاء. ان قرآن الفجر كان مشهودا. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، يقولون تركناهم يصلون وأتيناهم يصلون. قال الرسول عليه السلام: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. من صلى الفجر فهو في ذمة الله. بارك الله فيك. آخر حاجة بعد إذنك يا شيخ. نعم. الحمد لله انا مواظب على صلاه الجماعه في المسجد، ولكن لظروف ما ما قدرتش انزل اصلي في المسجد، فطلبت من والدي ان انا اصلي معاه جماعه في البيت. هل تحسب جماعه؟ وما المقصود بكلمه مسجد؟ يعني هل مثلا اوضه ما تعرفش؟ خليك بس صحصح معانا الله يحفظك، ما تدخلش امور في بعضها. الان انت ما صليت في المسجد، ما السبب؟ كنت بشوي اكل لوالدي والاكل كان هيتحرق. الاكل كان هيتحرق وكنت بتشوي اكل لوالدي، ما كانش ينفع تطفي البوتاجاز وتروح تصلي وترجع؟ فحم يا شيخنا وشغلانه. ايه؟ وشوي على الفحم وحاجات كده. ماشي يا حبيبي ماشي يلا. هل تعتبر جماعه؟ صليت مع الوالد، الامر لله، خلاص انت هتسيبها لله. انا افتيك عشان انت من كل يوم كده تروح تشوي وتسيب الجماعه؟ طيب ما المقصود بالمسجد بقى؟ يعني هل المسجد مثلا الاوضه اللي احنا بنصلي فيها في الشغل تسمى مسجد؟ يا اخي انت تسالني تسمى مسجد؟ الله يسامحك، يعني ما تعرف المسجد؟ يعني اشرح لك، اقول لك ماذا يعني المسجد. مسجد مخصص للصلاه فيه، مسجد قطعه ارض مصوره مخصصه للصلاه فيها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام.
بعد اذن حضرتك عايز اسالك عن صحه حديث ان الله يمسح بيده على وجه العبد اذا بلغ 40 سنه. لا يصح. اما انا لا يصح. يستحي. لا يصح. جزاك الله خير. وياك يا حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شيخ مصطفى؟ حالي طيب والحمد لله. بعد إذن حضرتك يا شيخنا، أنا وشخص اشتريت منه سلعة بينا مشكلة وحكمناك بينا. تمام؟ وهو إن شاء الله يسمع الآن. قضية يعني؟ نعم. قضية؟ لا ليست قضية. بارك الله فيك يا شيخ محمود الأزبي، نعم. شخص اشتريت منه جهاز ايباد، تمام؟ يعني جهاز لوحي يعني يا شيخ. طيب القضية ما يصلح في كده، في لازم ناخد وندي مع بعض. لا ان شاء الله مختصرة جدا يا شيخ. قضية لا استطيع افتي في احكم في قضايا على هذا المجلس كده، لازم اسمع الاطراف كلها بتأني. لكنها ليست قضية يا شيخنا، يعني هل ممكن حضرتك تسمعني وإذا لم تستطع تحكم تؤجلني؟ لا ما أحكمش غيابي برضو أيضا. نعم؟ لا أحكم غيابيا على طرف لم أسمعه. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ الحبيب؟ طيب الحمد لله بخير. الحمد لله، اسال الله سبحانه وتعالى ان يمدك الصحه والعافيه على طاعته. يا رب يا رب. يا شيخ عندي بس استفسار انا بشان يعني استخدام الاطور الكحوليه. انا اقتنعت الحقيقه براي القائلين انها يجوز استخدامها، لكن عندي اشكال في اللي هي في الايه فاجتنبوه. كيف اكون اجتناب؟ انا اسالك سؤالا، هل العطور الكحوليه هذه خمر؟ لا ادري يا شيخ، انا استفسر منك. طيب ما هو فاجتنبوه رجاء للخمر، انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، داخل فيها الخمر. هل العطور الكحوليه خمر حتى نفتي انها خمر؟ اذا شربتها نعم. انت هل تسكر او تتسمم؟ نعم. انت نعم. انت اذا شربت العطور الكحوليه تسكر او تتسمم؟ حسب ما يذكر الاطباء يعني تسمم يكون. تسمم، اذا ليست خمرا. يا شيخ انت يعني انت ما رايك في المساله؟ هل يجوز استخدامها؟ يجوز استخدام العطور الكحولي. جزاك الله خير، طيب يا شيخ عندي سؤال ثاني بارك الله فيك. تفضل. ماذا بعد نخبه الفكر لابن حجر في مصطلح هو نخبه الفكر ده مش كتاب يعني، ده كتيب صغير لازم تدرس كويس. انا انصحك انك تذهب لعالم حديث تتعلم عنده وتدخل في الناحية العملية. المشكلة يا شيخ أنا لا أجد في مدينتي، أنا لا أجد علماء، فأريد أن أطلب على الدروس المسجلة حتى إن شاء الله يسر الله سبحانه وتعالى لي عالم أطلب عليه. في كتاب طبعا أحسن وأوسع شوية، كتاب الشيخ طحان تيسير مصطلح الحديث، ولنا كتاب الحمد لله يعني أحسن بإذن الله، بإذن الله من وجهة نظري، اسمه مصطلحات الحديث والمحدثين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيك يا شيخ. يا رب عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ الحال طيب الحمد لله. الحمد لله. يا شيخ أنا يعني أنا كاتب كتابي وهنفصل وأنا هدي للبنت كل حقوقها شرعاً يعني. ولكن حاسس ان انا ظالم ليها، فهل ظالم لماذا؟ ما الذي فعلته فيها؟ المفروض اللي هي يعني فضلتني عن اهلها بسبب حاجات في الدين، واللي هي اتخانقت مع اهلها مشاكل كبيره عشان الموضوع يتم، ولكن ما حصلش بينا اتفاق لان هي عصبيه شويه وانا عصبي. خلاص. ولكن انا حاسس ان انا ظالم. أعطيها كل حقوقها كاملة مستوفاة إذا لم تستطع الصبر. إذا استطعت الصبر والصلح فهو خير، لقوله تعالى والصلح خير، ولقوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. السلام عليكم. بارك الله فيك يا شيخ مصطفى الجواد. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا سيدنا؟ الحمد لله. بارك الله فيك يا استاذ محمد السخاوي. تفضل. الأول لو أنا لي حق في شركة معينة
والحق ده هو عافية كده مش هيرضى يدهوني ومش هينفع اخده علني. لو شخص لو انا مثلا يعني انا بمثلك ولكن الحمد لله مش انا، لو انا خدته سرقة هل يتسمى سرقة او حرام؟ هو سرقة، لكن هل يجوز للشخص اذا ظفر بحقه مع ظالم ان ياخذ حقه ولا يزيد؟ لا مانع. قال تعالى والجزاء سيئة سيئة مثلها. قال تعالى ذلك من عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. قال تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. قالت هند لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فهل علي جناح أن آخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني وولدي؟ قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. الله يشرح صدرك يا سيدنا والله. حديث أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تأخذ من خانك ضعيف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. إذا سمحت يا شيخنا، هل يجوز للمشتري الرجوع في الشراء بعد إتمام البيع إذا اكتشف أن السلعة لا تناسب حاجاته؟ لا، إذا لا تناسب حاجاته البيع تم، ليس بواجب على الآخر أن يرجع، لكن إن استقلته فأقالك لا بأس. لكن إذا رفض البائع يعني هو حر، هو حر، البائع تم. أيوة، جزاكم الله خير. وياك حبيبي، حبك الله يا أحمد بن علي. السلام عليكم، سجل الحلقة كما تحب يا أخي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا عبد الرحمن السلام، الكرسي ده ينكسر كده. ليا سؤال بعد إذن حضرتك. أنا عندي طفلتين. يعني ها عندك ايه؟ طفلتين. عندك طفلتان. طفلتين. يعني هم عندهم 4 سنين، فانا بوديهم الحضانه، هم ما كانوش بيخرجوا من البيت خالص. ايه؟ انا بوديهم الحضانه دلوقتي. هم قبل كده ما كانوش بيخرجوا من البيت خالص يعني. فمتعلقين بيا قوي، فكل ما يبقوا رايحين يقولوا يا ماما هتستنينا تحت. اقول لهم حاضر، ما تمشيش، اقول لهم حاضر، طبعا بمشي. ويجوا لما يجوا يلاقوني تحت يقولوا انت فضلتي مستنيانا؟ اقول لهم اه. فده بيعد كذب يا فضيله الشيخ؟ ما هو صدق يعني؟ نعم. هل هو صدق من وجهه نظرك؟ لا، انا بروح البيت. ايوه، هم بيقولوا لك انت استنيتيني يا اما، بتقول لهم اه استنيتكم. انتظرتيني يا اما؟ نعم يعني انتظرتكم. كذب ولا صدق يعني؟ انا عارف ان هو يعني انا مش عارفه اجيبها ازاي، يعني كذب. هاتيها بصراحه كده، كذبتي خلاص. يعني ما طب اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ ده مره قلت اه ان انا مشيت، فضلت عياط لحد ما جم يناموا، من ساعه ما جم. عراضي في الكلام، عراضي لا تصرحي. عارض. طب دعواتك يا فضيله الشيخ، ربنا يجعلهم من اخرهم يا رب. بسم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام مصطفى. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بقول لحضرتك، يجوز العمل بالقضاء رغم على العلم ان احنا ما بنحكمش بايات الله؟ أقول لك شيئا، لو على الوضع الذي نعيشه، على الوضع الذي نعيشه، في قاضي حرامي مرتشي وقاضي صالح ليس بمرتشي، تنصح أنت بماذا؟ تنصح القاضي الصالح يسيب العمل ويبقى المرتشون الظلمة، أو يقيموا العمل ويقيموا أمره الله قدر استطاعتهم لأنهم مجبرون؟ أستنصحك، تسمعني؟ سنبني على قاعدة اختيار أخف الأضرار، كنظرة عامة مع الوضع الذي نعيشه من تنحية شرع الله سبحانه. القاضي الذي يقضي في المحاكم الآن مخير أو مجبر على القضاء؟ مجبر. فلما يكون في واحد أجبر ولكن يتقي الله ما استطاع، واحد ثاني حرامي وبيستغل القضاء لصالحه الشخصي، ننصح الصالح بالاستقالة ويترك المقام للفاجر الحرامي؟ فهم كلامي ولا مش فاهم؟ طب
طب ليه يا شيخ مصطفى احنا بنحكمش بشارع رمضان؟ والله انا ليل نهار نطالبهم الله يهديهم السياسيين والدولة كلها دولة الله يكفينا شرها. اقول لك الدستور وما الدستور، نحن نريد كتاب ربنا يقول لك الدستور، انا من اللي صلى الله ان يهديهم. ومن هنا نوجه نصيحة للحكام ونصيحة للقضاء ونصيحة للشعوب، نصيحة للأمم للأفراد للجماعات. قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولى بعض أولياء بعض والله ولي المتقين. والنصوص كثيرة. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخبار حضرتك تمام؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. علشان بس منع التأخير يا شيخ، أنا عندي سؤال طويل بس أحاول أنا أختصر يعني. ما السؤال الطويل؟ يا شيخ أنا تقريبا كده بعاني من سلس البول، تمام؟ يا الله الأسئلة، أسئلة سلس البول دي أسئلة مشكلة. لا يا شيخ أنا بسألها عشان خايف على الدين أكثر من الصحة. أنا خايف عليك من الوسوسة. لا 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 يا شيخ انا بتيقن قطرات البول بتنزل بكميات يعني كميات عجيبه دكتوره. كل كم زمن تنزل؟ نعم كل كم زمن؟ لا يا شيخ باستمرار يا شيخ. خلاص صلي وتدخل الصلاه، ايه المشكله؟ خلاص سلس البول تصلي وتدخل الصلاه. لا لا ما انا عارف عارف الحكم ده، لك انا بس انا على حاجه ثانيه. ها يا شيخ انا بعد اعاذكم الله بدخل الحمام واقضي حاجتي طبعا بيبقى فيه قطرات مياه بتنزل مني. طيب خلاص انت مريض. فهم. السؤال يعني ما السؤال؟ تفضل. السؤال يا شيخ دلوقتي ان انا مثلا بقعد حوالي 10 دقائق لحد لما المياه دي تبطل، تمام؟ انا بكون لابس السروال على نجاسه، فهل انا عليه ذنب في الوقت ده؟ يا اخي انت مريض والمريض معذور والسلام عليكم. حفظك الله يا مروه بنت محمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا أنا اللي كنت معاك من شوية. اتفضل يا حبيبي. السؤالين التانيين يا سيدنا، أنا يسمع ينفع إن أنا مثلا أنا سافرت وبقعد أسبوع في السفر، هل يجوز لي إن أكثر وأجمع في الصلاة؟ أسبوع؟ محل اختلاف بين العلماء، الجمهور يقولون تتم بعد 3 أيام. وتصلي كل صلاة في وقتها، والأمر فيه ساعة، لأن علماء آخرون قالوا بغير ذلك، والنصوص عن رسول الله محتملة عليه الصلاة والسلام. طيب سيدنا صلاة القصر كان في النية إن أنا أكسر، كنت رايح على سفر، وأكسر وأجمع العصر بين الظهر والعصر. وجئت وأنا في الصلاة وسهيت على أساس إن أنا هصلي ظهر عادي، ولكن النية كانت في القصر. القصر والجمع. القصر والجمع، فالمفروض ان انا اصلي الظهر ركعتين، فبعد ما صليت الركعتين فقمت اجيب ركعتين تاني، ولكن النية كانت في القصر. ما عليك مشكلة. ما علي مشكلة ان شاء الله. لا ان شاء الله. جزاك الله خير يا سيدنا. وياك. صحة حديث قد اختلفتم وانا بين اظهركم انتم بعدي اشد اختلافا لا يصح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل. اتفضل الشيخ ياسر. نعم اتفضل. الشيخ مصطفى معايا؟ ايوه نعم. حضرتك بارك الله فيك وفي علمك وفي عملك شيخنا الفاضل. وياك. حضرتك بس عايز فتوى لو سمحت يا شيخ، انا مصري مقيم بالسعودية. ربنا من علي، عملت عمرتين في الاشهر الحرم في شهر شوال وفي شهر ذي القعدة، وربنا من عليه حجاج، فانا هل انا كده علي هدي ام لا؟ انت حجيت مفرد ولا متمتع؟ انا حاليا انا مقيم يا شيخ. انا مقيم فين؟ اين تقيم؟ اين تقيم؟ نعم اين تقيم؟ نعم اين اقامتك؟ في
في جده، في جده، بس انا كنت قبل فتره الحج بشهر في مكه، كنت في منى كمان. خليني بس معك، خليني بس معك الان. انت مقيم في جده؟ نعم. يا الله وعملت عمره في شهر ماذا؟ في شهر شوال، وعمره في شهر شوال، وعمره في شهر ذي القعده. أنت كنت تنوي بهذه العمرة عمرة التمتع؟ أنا عملت عمرة. أنت كنت تنوي بها عمرة التمتع يعني، ولا ما تنوي؟ لا ما كنتش ناوي متمتع، أنا عملت أهلالي أول مرة عمرة مستقلة يعني. طيب ولما حججت أهللت بماذا؟ نعم. لما حجيت قلت لبيك اللهم لبيك، قلت ماذا لما حججت؟ نويت الحج بس، مانيش متمتع. خلاص كده، مفرد مفرد مفرد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. الله يبارك فيك يا شيخنا. وياك يا شيخ وائل، تفضل. الله يسلمك يا شيخ. كان في بعيد حضرتك يا شيخنا، هل من السنة الاغتسال وصلاة ركعتين عند الإحرام؟ لا، ليست من السنة. ليست من السنة. أيوة. هل يصح النبي صلى الله عليه وسلم حديث في عدم أكل الطعام وهو ساخن؟ في حديث حسنه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، واحتاج إراجعه، نهى أن يؤكل الطعام حتى يذهب فوره. نعم. طب بالنسبة للزروع يا شيخ، إيه؟ دكاترة الزروع مال مالها؟ ايه الزروع اللي بيطلع، يعني ايه الزروع اللي بيطلع عليها الزكاة؟ في من العلماء من قال هي التي تكال او توزن وتدخر، تكال او توزن وتدخر، ومن العلماء من قال في كل ما يخرج من الارض زكاة للعمومات. جزاك الله كل خير يا شيخنا، الله يحسن اليك. جزاك الله خير. وياك يا شيخ وائل، وياك وياك وياك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى. اتفضل. لو سمحت يا شيخ، أنا بجيب بضاعة من مصنع وما بحاسبهوش، وبروح آخد البضاعة دي أروح أبيعها للتجار، وبعد كده آخد الفلوس اطلع منها ربحي وارجع الفلوس حق البضاعه للمصنع تاني، الكلام ده حرام ولا حلال؟ قاعد. نعم؟ قاعد. باخد بضاعه من تاجر او من مصنع. ايوه، شراء ولا ايه، ولا تصريف ولا ايه؟ لا، بتاجر فيها، باخد بضاعه بس ما بدفعش ثمنها في نفس الوقت، يعني باخد البضاعه منه بروح بالاجل، بشتري بضاعه بالاجل. بالاجل، واروح ابيعها وبعد كده اطلع ربحي وارجع حق البضاعه تاني لصاحبها. ايه المشكله؟ انا بسال الطريقه دي صح ولا حرام ولا حلال؟ حلال. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. معناك الله يا شيخ محمد. طيب. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تعال يا شيخ. نعم. بدي اسالك عن كتاب، قبل الكتاب، انا طالب ادرس في مصر. ها؟ بدي ادرس في مصر. بدك تدرس في مصر، وبعد؟ الاهل عشان يحولوا لي مصاري من فلسطين لمصر بيضطروا يستفيدوا من البنك العربي. بيضطروا ايه؟ البنك العربي وهو بنك دولي. التحويل ضروره. ايوه. تحويل ضرورة لا بأس بها. عادي يعني؟ عادي. بس هيك كمان كتاب شيخ. ها؟ يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك يا شيخنا. اتفضل. عاوزك بس توجه رسالة لمن يقول أنا أفعل العبادة كذا وهي لم ترد عن النبي بدافع أنها بدعة حسنة، وهل أصلا في حاجة اسمها بدعة لا، عايزك ترد، وعايزك تقول لما أنسأل رد.
يعني مش عايزك ترد وعايزك توجه. يا حبيبي اسال سؤالك ونجاوب عليه، انما عايزك تقول وعايزك ترد، ما يمكن انت اللي كلامك غلط. لازم نشوف ايه السؤال. السؤال هو واحد بيسجد بعد الصلاه سجده ما بين انه يدعي فيها وبيقول لي سجد. وبعد كل صلاه يحافظ على سجده يدعو فيها او يسبح فيها، كل هذا لم يرد عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. وخير الهدي هذا بدعه حسنه. هل في حاجه اسمها بدعه؟ هدي محمد اكمل هدي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك يا فضيلة الشيخ في سؤالين. اسأل. السؤال الأول بعد إذنك، امرأة سافرت إلى زوجها في السعودية وعايزة تعمل عمرة، الميقات بتاعها. فين هي؟ فين؟ أين سافرت في السعودية؟ في جدة. في جدة. في جدة. يعني نزل هي ذهب الجدة زيارة ولا عمرة؟ لا هي زيارة بس هي بنية العمرة، يعني هتقعد زيارة هي أصلا رايحة تعمل عمرة يا شيخ. ها؟ رايحة تعمل عمرة بس هتروح جوزها موجود في السعودية. إذا كانت رايحة تعمل عمرة تهل من ميقات أهل مصر. أه. بس من الطيارة. لا هتقعد، هي هتقعد عند جوزها مثلا كم يوم وتطلع تعمل عمرة، هتقعد 10 أيام 15 يوم وترجع تاني مصر، ترجع مصر. يعني هي ناوية تذهب، يعني إذا كانت ناوية ذهبها خصيصا للعمرة تهل من ميقات أهل مصر. اه. هي زيارة يا شيخ، زيارة لجوزها، زيارة. ما أنا قصدي زيارة تزور وتخلص وتهل من مكانها. ما جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله بخير. لو سمحت يا شيخ، في شخص بيرسل ويستقبل اموال على محفظه فودافون كاش، فانا كلمته عشان يبعت لي 5000 جنيه على المحفظه بتاعته، فهو بعت لي وبعدها بيوم انا شفته فاديت له ال5000 اللي هي بعتها لي، فطلب ان هو ياخذ 50 جنيه على اساس ان هي اجره تحويل. ما في بأس اذا كانت اجره تحويل، ولكن المبلغ الفعلي اللي بتخصمه الشركه منه هو طلب 1000 اجره تحويل. ما عليك، ما عليش مشكله، انت بعد كده ترتب معاه تقول له اجره التحويل كام بس. طيب في مشكله ان انا يعني خدت الفلوس في وقت واديتها له ثاني يوم، فممكن يكون ده قرض؟ لا مش قرض، يعني ما هو قرض بس ما فيش مشكله، مش قرض جرى النفع ده، لان هو بياخذ نفس العموله، مش بياخد نفس بس هو بياخد، يعني بياخد نفس العمولة في حال ما اذا كنت ستسلمه الفلوس في الحال، ولا بياخد اكثر نتيجة التأخير؟ لا بياخد نفس العمولة، بس بياخد في نسبة العمولة اللي بتاخدها منه الآلة او المكنة بتكون مثلا 10%، وهو بياخد مثلا ليه نسبة برضو. يعني طيب، يعني هو بياخد 10% لازم يكسب، ما فيش مشكلة، انما التاخير ده ان انا اديته الفلوس يوم تاني ما فيها مشكله، ده معاون على البر والتقوى، هذه ليست يعني بيوع. السلام عليكم. ليست يعني. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه. نعم. انا يا شيخ كنت لاول مره، انا عندي 53 سنه، والاول مره السنه دي من فتره عرفت ان الخطا في الصلاه، ان لازم الصور الواحد ما يخطئش ان يقدم صوره عن صوره. لا ما يلزمش الكلام ده، صلى النبي صلاة الليل ذات مرة فقرأ بالفتحة ثم عفوا قرأ بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران. يعني ما فيش خطأ في الموضوع ده؟ لا الأفضل، الأفضل يعني النبي قرأ بالسجدة والإنسان، قرأ بسبح اسم ربك الأعلى ولا أتاك حديث الغاشية، قرأ بالكافرون مع الإخلاص، الأفضل للترتيب، لكن ليس بلازم ولا بواجب لقول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه. طب برضو في اللي هو إن إحنا لازم نلبس شراب وإحنا بنصلي. لا مش لازم، استحب فقط. يعني أنا يعني هو ممكن أطراف أصابعي وأنا بأركع اللي هي خلاص، قلنا لك مش لازم من الأصل، يبقى مفيش داعي للسؤال المتكرر. آه.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كل ما بيتجمع معايا مبلغ بجيب بيه ذهب. طيب. الشهر اللي فات حوالي يعني وصلهم لغاية النصاب بتاع الذهب 85 جرام. متى وصلهم؟ في شهر 12 اللي فات. شهر 12 اللي جاي إن شاء الله بالهجري تزكي. هو ميلادي حضرتك. وصل شهر 12 الميلاد تمام، بس خلال الفترة دي لو زاد ذهب هزكيه ازاي لو انا اشتريت في الفترة دي؟ في امرين، اما انك تنتظري بالذهب الزائد سنة منذ ان قبضتيه، او الافضل لك تضميه للاصل وتزكي كله مع بعضه، وهذا الاسلم لك في دينك. تمام يا شيخ. لو حضرتك انا شاري الذهب ده عشان اشتري بيه شقه، هيبقى فيه مشكله؟ عليه زكاه. عليه زكاه برضه صح؟ ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بعد اذن حضرتك على خدمه الشيخ، انا قلت لحضرتك عاوز السؤالين، خدت السؤال وفصلت السؤال الثاني يا شيخ. اتفضل. وانا بقالي فتره بتصل يا شيخ. السؤال الثاني بعد اذنك يا شيخ. بعد اذنك، احنا بلدنا بلد تجاريه، او معايا يا شيخ؟ معك، بلدكم بلده تجاريه. وبعد ففي واحد بيقول لي هات لي طلب كذا، فانا بروح اجيبه بسعر الجمله. عفوا، انت تاجر ولا معك فلوس وشغاله بهذه الطريقه؟ انا مش تاجر، انا يعني زميل في الشغل يا شيخ، بيقول لي هات لي من عند بلدك، وهات لي مثلا طاجن داخلي. لا، ما يصلح انك تغشه. انت رجل امين. حاجه، جزاك الله خير. شو جزاك الله خير. طيب. كرسي هذا بدا يتعبني يا عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم مصطفى. نعم، زي حضرتك يا شيخ؟ طيب الحمد لله. الحمد لله. معلش عندي سؤالين عند حضرتك. السؤال الأول، عندي ذهب لحلي للزينة يعني، وبلغ النصاب وزكيت عنه مرة واحدة بس في العمر يعني، تمام؟ وبعد كده جالي ذهب تاني، بس ده بقى أنا يعني عندي بنية الاستثمار. أي نية؟ نية استثمار، نية تزين؟ اختار رأي العلماء القائلين كل الذهب عليه زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفعت له صفائح من نار يوم القيامة يكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر مقاده من الجنة أو مقاده من النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأتين أتتا وعليهما سواران من ذهب أتؤديان زكاة هذا؟ قالتا لا. قال: أتحبان أن يسوركما الله بسوار من نار يوم القيامة؟ أديا زكاته. بارك الله فيك. كل عام ولا مرة واحدة يا شيخ؟ كل عام. كل عام. ماشي. السؤال الثاني بعد إذن حضرتك. أنا بفصل كبات للأخوات المنتقبة للزفاف وكذب الكتاب. في بداية الأمر كنت مثلا أفصل الكاب على إنه بياخد 3 متر مني. حاليا بعد ما بقى لي باع في الأمر يعني، بقيت مثلا أفصله على إيه؟ على 3 إلا. والأخت لما تطلب مني مثلا وفي لي الطول شوية فأرجع أعمله لها على 3. فأنا بأحسب الحساب العطلة. لا بأس. مش أنت تبيع وتشتري، حدد السعر الذي تريدين البيع به. أنا بقول على عدد الأمطار، أوقات بمطرهولها على 3 وأوقات بمطر على 2 على 3 إلا. أنت تبيع لها زي الجملة وخلاص، مالكيش دخل، مالهاش دخل هي بتفاصيل ذلك. أيوة، ما أنا واخدة بالي، أنا بقول على الحساب عشان أنا ما يبقاش عليا حاجة واخداها. أنت قولي لها هذا الثوب اللي هفصله قماشا وخياطة ب10 قروش إجمالا. أيوة. بس كده. إيه دخل صاحب المال بالأمطار وأنت عدلتها وما
السلام عليكم. الحمد لله. ربنا يبارك في عمرك يا رب. احسن يا شيخنا. ليا سؤال بعد اذن حضرتك. اتفضل يا حبيبي. في اخ قال لي ان هو يشوف لي شغل في البترول، ولكن هو قال لي ان تكلفه الورق هتكلف مبلغ معين، ولكن انا اشك يعني ان الورق يتكلف بالمبلغ ده، فانا اخشى ان يكون في رشوه او غيره، فهل انا اديله الفلوس ومعليش شيء ولا ابعد؟ هو رجل مصلي؟ نعم. رجل مصلي؟ الاخ اللي هو الرجل، اما انا ما اعرفش استقامته صراحه يعني، عشان اكون طيب. تعامل مع المستقيمين الصالحين ولا تسال. جميل. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام. شوف مصطفى العدوي. ايوه مصطفى، تفضل. كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله. شيخنا في اكثر من سؤال رد لحضرتك كم مره عن ما يسمونه المداخله، وحضرتك كل مره تجيب تقول هذه نابته كذا وهؤلاء. نعم، نابته سوء الذين يسبون العلماء. هل تشك في هذا؟ هم مين العلماء يا شيخ اللي بيسبوهم؟ سبوا كل العلماء كبيرهم وصغيرهم. بيسبوا الشيخ ابن باز والشيخ سليمان والشيخ الالباني بيسبوهم. انت منهم؟ انت من هؤلاء؟ انا بستفسر يا شيخ. انا سبوا مشايخ الحرم وسبونا وسبوا اخواننا الدعاء في مصر كلهم. سبوا كل العالم يا شيخنا. انت بتقول بيسبوا كل العلماء. اجل كل، انت تعرف احيانا كلمه كل الالباني والشيخ. افهم بس يا اخي الكريم. الشيخ الحيدان. افهم يا اخي العلماء. افهم يا اخي الكريم. افهم كلمة كل تعني الكثيرين. كان رسول الله يصوم شعبان كله، وفي رواية إلا قليلة، تدمر كل شيء بأمر ربها ما دمرت الصالحين وأتيت من كل شيء. فكلمة كل أحيانا تعني الاستحواذ الكامل وأحيانا تعني الأكثر. طيب يا شيخنا، أنا ذكرت حضرتك العلماء الكبار اللي هم مرورين في الأمة، الشيخ ابن باز، الشيخ من الشيخ الالباني، الشيخ الفوزي. يا اخي لا. انا اول واحد بيشتموني. انا اول واحد بيشتموني. هؤلاء يسبونهم؟ انا بكلمك عن كل علماء مصر بنسبهم على السنتهم. هم مين العلماء في مصر؟ ما عندكش انت علماء، انت العالم. يعني مين العلماء في مصر يسبوهم؟ ما انا اسالك انا سؤال، يعني انت العالم؟ انا مش عالم يا شيخ. خلاص اسكت ما تكلمش. مين العلماء في مصر يسبوهم؟ اعوذ بالله. ما انا بقول الواحد منهم اللي بنسب، سبوا الشيخ محمد حسان كل المشايخ اللي في مصر، ما سلم من لسانهم احد، قطع الله دابرهم يا رب. نحن خصماؤهم يوم الدين، هؤلاء نحاججهم يوم القيامه. ما عندهم عالم اصلا في مصر، خصماؤهم يوم الدين هذه الفئه البغيه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا ما عنديش سؤال، بس انا عندي رجاء خاص لحضرتك انت قبلته، لان انا من منطلق حب لحضرتك احيانا بأشعر ان حضرتك بتقيم المجلس وحضرتك بتبقى مرهق جدا جدا، فانا يعني مش عارف، بحس ان حضرتك بتثقل على نفسك جدا، لان في ترتيبات في حاجات كتير تاني غير مجلس الافتاء، يعني صباح حديث، شرح البخاري وشرح مسلم، فاحنا برضو يعني متخوفين على حضرتك من الارهاق. اشكرك. جزاك الله خيرا. وانت يؤيدك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. احسن الله اليك. انا ما بشوفش حضرتك شيء بيرهقك اكثر من سعه صدرك. ربنا يتجاوز عنا وعنك. جزاك الله كل خير. هذه يعني مرهقه برضه يا مولانا، فارجو انت يعني ان يعني خليك معانا يا مولانا، الله يرضى عليك، بس هوينا علشان يعني اعطي لنفسك حقك فيه، لان انا راجل عجوز زي حضرتك عندي 63 سنه وفاهم وكويس جدا جدا قد ايه المجهود اللي حضرتك، ربنا يجعله في ميزان حسناتك. جزاك الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. مطلقة ومعاها طفلتين. مطلقة ومعاها ماذا؟ ومعاها طفلتين، طلاقا معاها طفلتين؟ ثلاث مرات، تمام؟ ايوه. يعني قدم لها شخص، ولكن الأب والأم، أبو وأم البنت
رافضين زواجها عشان يعني مش شغالش عن أطفالها، تمام. ف للأسف البنت من حساسها بالظلم مش قادرة تتواصل مع والدها ووالدتها، هم موجودين في دولة تانية أصلا، بس هي اعتذرت لهم، هي مش قادرة تتواصل معاهم من حساسها بالظلم، هي مش قادرة يعني إن هم منعوها من حاجة بنحتاج ليها يعني، فهل عليها ذنب؟ يعني الآن تسألين عن امرأة مطلقة تريد الزواج والعفاف تمام، وأهلها يرفضون ذلك، تمام، أهلها يرفضون ذلك، تمام. فهل يجوز لها أن تتزوج؟ أنا خلاص هي كده كده مش هتتزوج بدون علم أهلها، لكن من إحساسها للظلم مش قادرة تتواصل مع أهلها، مش قادرة تسأل عليهم، مش قادرة. اسمحي لي أكمل كلامي، يمكن في الكلام فسحة شرعية. اتفضل. امرأة تريد العفاف، امرأة تريد العفاف مطلقة، أبواها يرفضان، هل يجوز لها أن تتزوج بغير إذنهم لرفضهم العام لزواجها لمبدأ الزواج؟ نعم يجوز لها، إن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، فيزوجها المأذون، لا تزوج نفسها فرقة غير معتمدة، ولا تثبت حقوقا لها ولا تثبت إرثا، إنما يزوجها المأذون إذا رفض عموم أوليائها تزويجها. شكرا الله يسلمك. هتخبرهم هم رفضوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. عاوزين بس من حضرتك الشيخ مصطفى نطمن على الشيخ أبو إسحاق الحويني. والله الحمد لله بخير. تمام الأمور يعني. خذ يا بخير. الحمد لله يعني يحتاج إلى دعاء المرض ولازمه الله يعافيه من السوء المكروه. ربنا يشفيه يا رب. يا رب. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. أيوة يا شيخ، هو ساعات أنا بخرج مع أصحابي بنروح ملعب يعني بنلعب كرة، بس بيبقى فيه ساعات ناس كاشفين جزء من يعني فخذهم. الأولى أن يستر الفخذ للخروج من الاختلافات في الفخذ، هل هو عورة أو ليس بعورة؟ يعني حرام أروح معاهم أو كده؟ إيه؟ حرام اروح معاهم؟ حرام تروح معاهم؟ لا ما قلتش حرام، بس الاولى ان يغطى الفخذ. طب يا شيخ معلش سؤال كمان. اتفضل. هو دلوقتي اللي بيشاهد فيديوهات او يعني مسلسلات فيها يعني شرك او كفر، هل بيكفر بمجرد مشاهدتها مع انه عارف ان هي باطلة؟ يعني مشاهدة المقر ولا مشاهدة الناقد؟ لا هو عارف ان هي باطلة بس بيشاهدها يعني استمتاع وتسليم. استمتاع بالكفر؟ يعني مسلسلات او كده يعني. لا يحرم عليه النظر اليها اذا كان فيها استهزاء بآيات الله. يعني لا يكفر الا لو كان مقر؟ اذا قر الكفر يكفر. اذا لم يقر الكفر كان عابس فقط. يحرم عليه. يحرم عليه. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ عندي سؤالين. تفضل. بس قبل شوية كنت على الخط ما بعرفش ايش. نعم. كنت بدي اسألك عن كتاب في الفقه الحنبلي اللي هو بداية العابد وكفاية الزاهد. لا ما اطلعت عليه الاطلاع الكافي. السؤال الثاني. ها. لو جئت لمصر هل بضبط اطلاق التعليم عندك؟ مع العلم اني انا الحمد لله مخلص يعني الصغار في مصطلح حديث بين البيقونيه ونزله النظر. والله البيقونيه ونزله النظر دي مسائل ابتدائيه تماما، يعني مسائل ابتدائيه. لكن متى بقدر اتعلم عندك؟ نعم. في مستوى. في اي مستوى لما اوصل بقدر اتعلم عندك شيء؟ السامع بتقول لي. اقول اي مستوى الي اقدر اجي عندك وادرس عندك؟ اي مستوى الي يعني؟ لا تعال نشوف ايه الموضوع في الناحيه العمليه التطبيقيه تختلف عن الناحيه النظريه يعني. هل كتابين ثلاثه تاخذهم في المصطلح وبعدين تعرف كيف تخرج، كيف تحقق، كيف تنظر في الرجال، كيف تنظر في العلل. السلام عليكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. أحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. معلش سؤال بعدين نحضرك، أنا آسف. اتفضل. أنا في مسائل أنت لست عليا، يعني التكفير المخرج من الملة أو غير مخرج من الملة، وآيات التخليد في النار برضو. معلش عندي كذا سؤال والله، بس أنا لسه أول مرة أحضر مع حضرتك النهاردة. لا نجيب لك كتاب عقيدة فيه المسائل دي إن شاء الله تستفيد به. طب معلش، طب سؤال معلش أخير. الحين اللي هو الملائكة تتشكل بأشكال حسنة فقط. يعني هل الملائكة تتشكل بإبليس؟ لا. لا أنا أسأل، يعني هل المعلومة صح؟ طبعا المعلومة صح طبعا، ده الظن الغالب. يعني ما رأينا الملائكة تتشكلت في صورة كلب ولا في صورة حمار؟ لا أقول في صورة كلب، لكن جاء في الملائكة تتشكل بصور الصالحين. كان جبريل يأتي إلى رسول الله في صورة كلب. أنا أتكلم أنا عن جبريل، أنا أتى في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث نفر من بني إسرائيل أراد الله أن يبتليهم، الأقرع والأبرص والأعمى. أيوة يا أم ملك، يا أم ملك في صورة رجل، لكن ما في إن صورة قبيحة أبدا. ما وجدنا الملائكة تسب مش البرص ده اللي هو الجرب يا شيخ، ولا انا هو الملائكة عملت ايه في الملك ما كانش ابرص، ده الرجل الاعمى. الملك جاء على هيئة رجل ابرص، ليه في المرة الثانية؟ لا 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 غلط، ذهب للابرص، ذهب الملك للابرص مش الملك الابرص. الملك ذهب للابرص على هيئة رجل ابرص. لا 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 على هيئة رجل ابرص، ازاي جاب الكلام ده منين؟ ماشي الله يكرمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. سيدي لا أطيل عليك، السؤال شخص كبير بالعمر وعمره بالتسعين، يعاني من مرض الزهايمر. هذا المرض يسبب النسيان، هو في بداية هذا المرض، وبعد وبلشت تتأثر عباداته، ينسى بس تتأثر العبادات بشكل سلبي، مثل الصلاة مثلا ينسى أوقاتها وينسى الصلاة وينسى الصلاة الإبراهيمية على سبيل المثال، ينسى الركعات في أي ركعة. ويعني بعض الدكتور الطبيب يقول بأنه الدماغ عنده يعني دخل في مرحلة الخرف. بعض الإخوة يعني يقولون أنه خلاص الآن ليس عليه صلاة، ليس عليه صلاة، يعني ليس مجبرين أنه يتوضأ ويصلي بعد كل صلاة. فهل هذا صحيح؟ يعني تتوقف عن العبادات المكتوب مثل الصلاة مثلا؟ أنت توهتني والله، مش فاهم إيه الموضوع يعني باختصار. طب مرة أخرى يا شيخ، شخص كبير بالعمر عنده مرض الزهايمر، وهذا المرض رجل عنده الزهايمر ينسى ويخلط في الصلاة. الآن هذا المرض أثر على قدرته على أداء العبادات. شوف يا شيخ، قدرته الذهنية. اصبر، الذي يستطيع فعله على وجه سيفعله، والذي يعجز لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن هو في مرحلة الخرف دكتور، الدكتور يقول انه هاي مرحلة الخرف، يعني أيوة يصبح العقل تقريبا غير مكتمل. ايوه غير مكتمل صح، ويقبل ويدبر، يفهم ويترك ويغيب عنه الفهم، يحفظ ويغيب عنه الحفظ. الذي يستطيع ان يفعله في وقت عافيته يفعله، لا يكلف نفسه الا وسعها، بس كده. بارك الله فيكم، شكرا لكم. اياكم يا رب أنت الله لا إله إلا أنت. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سألتنا معلش سؤالين بسرعة. أنا دايما ولادي بيعصبوني فبحلف كتير، والله ما تعملوا، والله والله لو عملتوا كده هعمل كده كتير، بحلف وبقسم بالله. معقدة اليمين ولا يمين لغو؟ يعني يا إما والله والله يا إما أقسم بالله. لا، القلب منعقد على أنك تنفذي الفعل ولا إيه؟ يعني لا، مش دايما ببقى كده، نيتي ان انا مش عايزه انفذ. خلاص، لكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. طيب سؤال تاني معلش. والدتي كتير يعني الله يعني يهدينا ويهديها، بتعمل افعال يعني لا ترضينا ولا ترضي الله، بس انا بكلمها كتير مش بتقتنع بكلامي، فانا لما بروح عندهم بتعب نفسيا واولادي بيتعبوا، فالتجنب حرام عليا؟
لان هناك الوضع ممكن يبقى فيه مشاكل و... ممكن تروحي تذهبي زياره و... و... وتختصريها. بتزعل جدا والدتي. واذا ما رحتيش مش هتزعل؟ لما ما بروحش بتزعل جدا جدا، بس لما بروح بتعب. روحي وزوري زياره خفيفه وارجعي. طيب اخر سؤال معلش يا شيخنا. دلوقتي اذا يعني انا من العمين عليها ناس تديني صدقات اوزعها، احيانا هي ما بتذكرليش الاسماء، تقول لي شوفي ناس فقراء شوفي ناس مرضى، فاحيانا في عيلتي في ناس كده، فهل حرام عليا لو انا اديت من اهلي حد محتاج منها؟ هل في ذنب عليا؟ يعني انت قائمه على توزيع الصدقات؟ في بعض الاحيان. في بعض الاحيان في ناس من اقربائك فقراء مساكين، تعطينهم كما تعطي غيرهم من الفقراء والمساكين الذين في حالتهم، لا بأس. ولو أنا بس ما بقولش زي ما أنت شوفي، أنت بتعطي غيرك يعني من هي في حالتك من الفقر، تعطيها ولا تعطيها؟ أعطيها القدر اللي بتعطيها هنا، تعطيه لنفسك إذا كنت حالتها من الفقر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اليوم غلبتك معي كثير، رنيت عليك. نعم. كنت بدي اسال الان، اللهم صل على محمد، بعد خروج النظر ايش نعم اوكي، بعد ما انتهي من النزهه والموقف ماذا ابدا؟ بعد الانتهاء من المتون الصغيره في مصطلح الحديث ماذا انتقل؟ درست كتاب الباس الحسيس تعليقات الشيخ احمد شاكر؟ أها درسته؟ مثل ما قرأت الباعث. إيه؟ نعم؟ لم أقرأ الباعث الحديث بعد. الباعث طيب لا بأس، ولا في لنا تعليقات عليه مسهلة شوية، وفي كتاب التقييد والإيضاح إذا استطعت أن تقرأه فهو نافع. اسمه التقييد والإيضاح. التقييد والإيضاح. راس عبد الرحمن. بهذا القدر أجتزئ حمدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرا لأنعم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إني أعوذ بك من أن أزل أو أزل أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل عليه. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حكمنا وإليك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم عليك بالذين يسبون العلماء والدعاة إلى الله، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالظالمين الذين يصدون عن سبيلك ويحاربون أوليائك يا رب العالمين.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم يا خير الرازقين ارزقنا ويا خير الغافلين اغفر لنا يا خير الفاتحين افتح علينا يا خير الناصرين انصرنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين احفظنا وارحمنا يا خير المنزلين أكرم منازلنا ووسع مداخلنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله يا سميع الدعاء حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وأخلص أعمالنا واسلل سخائم قلوبنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين اينما يكونون وحيثما يكونون. اللهم انصرهم بنصرك وايدهم بتأييدك وفك اسر المأسورين منهم وفرج كرب المكروبين منهم وارحم موتاهم يا رب العالمين واخذل عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم انا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار الا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم.